عشان نجاوب سؤالك الان. واي ليش استخدمنا الخمس دقائق as a basis؟ زي حين اطلعنا احنا على وصول الناس، لو اجيت انا عملت الوصول للناس بدقة اكثر، عملت له سيرفي وطلعت بتفصيل خلال فترة الخمس دقائق او الدقيقة، رح الاقي انه في عندي انا هون في بيك. لو اجينا الان كبرنا هاي، كبرناها بشكل كبير، هاي اجيت عملت زوم على هاي، لو جيت اطلعت على هاي من هون، وخلينا نفترض انه هاي دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هلا إذا جينا اطلعنا على الخمس دقائق، ركزنا على الخمس دقائق كلها، فنفترض هاي الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، من هناك الخمس دقائق اللي هناك، لاحظوا إيش صار خلال الخمس دقائق. مش نفس الأرايفل خلال الخمس دقائق، في كمان بيك مش هيك؟ البيك هون في 24. لو انا صممت على الدقيقة هاي ال 24، رح اجي اقول انه انا خلال الدقيقة اللي وصلوا ال 24 هدول رح امشيهم. فالسيستم شو بده يكون عندي؟ كبير. اكبر. لكن انا هولت هون بدك تتحملني، انا خلال خمس دقائق بمشي. ففي عندي هون اخف شوي وهون اخف شوي، خلال الخمس دقائق مشيتهم. لو عملت 15 دقيقة بصير السيستم تبعي اسهل، لاني اللي عمالي بعمله برسم مستطيل مساحته مساوية للمستطيل للمساحة الاصلية. فلو جينا اشتغلنا على الدقيقة هاي كأني عمالي برسم مستطيل هون، هذا المستطيل مساحته مساوية للمساحة تحت الكيرف. إذا اشتغلت على الخمس دقائق كأني عمالي برسم مستطيل على عرض الخمس دقائق، ومساحة هذا المستطيل رح تكون مساوية للمساحة تحت الكيرف. شايفين الفرق بين الارتفاع المستطيل او الدقيقة وارتفاع المستطيل تبع الخمس دقائق؟ هلا مين اللي بيستفيد؟ إذا اشتغلت على الدقيقة السيستم بصير مكلف، بيستفيد؟ الباسنجر. إذا اشتغلت على الخمس دقائق السيستم تبعي بصير أخف شوي، بس الباسنجر بيعاني شوي. إذا اشتغلت على 15 دقيقة رح تلاقي إنه ممكن يصير عرض المستطيل على 15 دقيقة يمكن يصير هيك مثلا، بس السيستم بصير اصغر، بس بصير المعاناه. 15 دقيقة غير مقبول، والدقيقة مكلفة جدا. إذا الخمس دقائق هي كومبرومايز، يعني لو صممنا على اساس الدقيقه رح يكون السيستم مكلف. هذا مش بس في المصاعد، في اي نظام تاني، اي طريقه تانية، لو رحت على اي سيستم تاني بدك تصمم مكتب بريد، بنك، بامكانك تحط اساس معين تطلع قديش وصول الناس وعلى اساسه تصمم. واذا عملنا ديزايننج هلا از تو كوستلي، هلا ديزايننج اون 15 مينت صممنا على 15 دقيقة رح يعطيني poor quality of service، النوعية رح تكون سيئة، الـ waiting time رح يزيد. إذا الخمس دقائق خمس دقائق هو كومبرومايز. ايش يعني كومبرومايز؟ موازنة، زي موازنة، وازننا ما بين التكلفة والسيرفيس، فصممنا على اساس الخمس دقائق اللي هي 300 ثانية. ناخذ مثال رقمي ثاني.